مصطفى من الإسكندرية وعايش في المغرب 8 سنوات. يعني المباراة يعني إن شاء الله في مستواها، الوداد بيلعب أحسن من الأهلي وربنا يوفق الجميع بإذن الله. أنا يعني متزوج من المغرب يعني من 2014، عندي تقريبا 8 سنوات وأنا هنا في المغرب وعندي ولد وكذا. أنا أحب المغرب، أنا نحب المغرب، المغرب جميلة، بلد حلو، وعمر كمان يحب المغرب. لا البلد الحمد لله يعني إخوة ومتحابين دايما، أهل كرم الحمد لله. يعني مباراة يعني من جانب واحد من الوداد، يعني الوداد راح يلعب أحسن، جمهور المصري يعني إن شاء الله يعدوا على خير، وإحنا في الأول وفي الآخر يعني المغرب ومصر إحنا كلنا أخوات، هي كورة يعني في الأول وفي الآخر كورة. يعني إحنا قبل كده طلعناكم من كأس العالم، إن شاء الله أتمنى أن يكونوا على المستوى. يعني شكلهم حلو الملعب، لسه أنا بقول للأصدقاء يعني هنا عندي أصدقاء كثير الحمد لله في فاس وفي المغرب عموما، يعني لسه بقول لهم يعني الحمد لله أن هم يعني على مستوى عالي جدا، التنظيم حلو، شايف الأجواء حلوة. يعني المباراة يعني هي كلها فنيات في الملعب فقط، إنما خارج الملعب ما فيش، أنا مش شايف أي مشغبات. يعني حاجة هنا تعجبني والله يعني بكل صدق، التنظيم، النظافة، الإدارات جيدة جدا، شايف على أعلى مستوى نظافة البلد، كل شيء يعني هنا جميل فعلا. يعني بمقياس يعني إحنا عندنا يعني شوية، لكن هنا أنا شايف يعني الأجواء حلوة، الحياة الطبيعية هنا، طبيعة الحياة نفسها حلوة. يعني تذكرك دائما أنك عايش في ريف، والريف دائما الجو يعني جو حلو يعني الحمد لله. ربا أنا أحبكم بزاف، وأنتم خاوتي وخلان أولادي، وأتمنى لكم كل توفيق إن شاء الله. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.